وصلت حتى اللحظة إلى 212 في داخل برضه السيارات. حصلت على عشرات الإرهابيين أسفرت. أنا آسف يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك، كما لن أتمكن من إرسال المبالغ التي استندتها لكي أدفع أجرة الرحلة. لا تحزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي، فبما ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء. آسف يا أمي لأن الحرب حلت وكان لابد لي أن أسافر كغيري من البشر، مع العلم أن أحلامي لم تكن كبيرة كالآخرين، فكما تعلمين كل أحلامي كانت بحجم علبة دواء للقولون لك وثمن تصريح أسنانك. أنا آسف يا منزلي الجميل لأني لن أعلق معطفي خلف بابك. أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن المفقودين، فأنا لا أعرف اسم البحر الذي غرقت فيه. اطمئني يا دائرة اللجوء، فلن أكون حملا ثقيلا عليك. شكرا لك أيها البحر لأنك استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر. شكرا للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن أصلي وديني وانتمائي السياسي. شكرا لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لخمس دقائق كل ساعة لمدة يومين. شكرا لكم لأنكم ستحزنون علينا عندما تسمعون الخبر. أنا آسف لأني غرقت. شكرا لك أيها البحر لأنك استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر. شكرا للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن أصلي